طب شو بتقولي للمنتجين اليوم السوريين اللي عم يعملوا اعمال كثير سواء بسوريا او بلبنان يعني وفي ممثلات وممثلين ما شاء الله يعني اللي ما عم بفكروا فيك شو بتقولي لهم عم بتابعونا الليله شو بدهم يفكروا فيني اكيد لا شو بتقولي انا ما بطلب منهم شيء هالقد عندك عزه نفس طبعا يعطيكم العافيه وموفقين بكل شيء بتقدموا ولكن من حقك كمان مو قصة من حقي أنا ما بط... يعني أنا طبعي ما بطلبش وأساسا من يوم يعني من وقت ما كنت صغيرة النص هو بيجي لعندي مع أني كنت صغيرة أو أنا أركض لحتى أسعى أنه يوصلني دور الزمن تغير بدنا نسعى أحيانا هلأ بنسعى بس مو هيك كيف؟ يعني أنا ما ممكن أمسك منتج أقول له ليش ما عم تشغلني أو ليش ما عم تبعت لي دور أو مخرج مين ما كان يكون ولا بحياتي قد ما كان في ادوار اسندت لممثلات بتحس انه طب انا لو اخذته كنت ابدعت فيه مثلا او كنت عملت فرق هلا بصراحه انا وقت بشوف ما بقول يا ريت انا بدال هذا الشخص ولا بحياتي حطيت حالي بدال حدا ما بعرف ليه يعني مثلا ممكن تشوف ستيلتو بما انه ستيلتو هلا هو المسلسل اللي كثير عم ينحكى فيه انه يا ريتني كان دور كان عندي دور بهالمسلسل شي مره فكرتي هلا بصراحه انا ما تابعته كله شفت شي بسيط منه وشكله العمل حلو والعالم حاببته كثير هلا ممكن لو اني انت حبيتيه انت حضرتي اربع حلقات ووقفتي يعني ايه حضرت شي بسيط كثير منه فعلا ما كان عندي وقت اول شي وثاني شي انا حضرانته تركي الحقيقه والله حضرانته تركي حضرانته تركي وندبلشته تركي فما كان عندي وما عندي وقت اني احضره ما اغريك ما جذبك انك تشوفيه بالنسخه العربيه تشوفي الممثلات العربيات شفت حلقه قولي لي الحقيقه والله شفت حلقه وحبيت وانا كثير بحب ديما وكاريس يعني كثير من الفنانات اللي انا كثير بحبهم واللبنانيات كثير ظراف يعني ريتا يمكن ريتا حرب وندى وندى ابو فرحات يعطيهم الف عافيه فعلا كثير حلو هي بس انا ما يعني صراحه يمكن نوع هاي الأعمال ما كتير يعني ما كتير بحبها أو ما كتير برغب إني أنا أقعد أحضرها تشبه الشارع العربي؟ أبداً؟ ما بشوفها هيك ويمكن هذا العمل بالذات ما بيشبهنا ما بعرف يعني ستيلتو لا يشبه الواقع العربي والشارع العربي؟ شو بيشبه؟ مو بيئتنا هو مأخوذ من تركيا صح؟ من عمل تركي فما بحسه بيئتنا بيشبه البيئة التركية؟ إيه أكتر منه